يوم كبير هنا في افتتاح مباريات دوري المجموعات من بطولة كأس العالم. بداية الطريق والمشوار أجواء إيجابية طبيعية تسود في هذه الأثناء. الكل لديه طموحات وأحلام. ابقوا معنا وسنكون معكم في تغطية مميزة وحصرية من ملعب البيت. مشاهد جميلة وأجواء رائعة من ملعب البيت واللي يحتضن مباراة اليوم. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء. واليوم هو البداية والانطلاقة ومباراة هي الأولى في مرحلة المجموعات من البطولة الأغلى كأس العالم. مباراة نتمنى بأن تنفي بكل التوقعات. من الرائع دوما التواجد ومتابعة أحداث مباريات كأس العالم. كل مباراة في هذا المونديال لها طعم خاص. وهذه تشكيلة منتخب أوروغواي اليوم. في حراسة المرمى يتواجد روشيت. خيمينيز سيلعب بجوار دييغو غودين في خط الدفاع. رودريغو بنتانكور سيبدأ مع توريرا في قلب الوسط. وفي المقدمة لويس سواريز. سيبدأ بجانب كافاني. ولا مشاهدينا نستعرض التشكيلة الأساسية للفريق الآخر. فريق يفضل أن ينتهج الأسلوب الدفاعي، لا يحب أن يغامر في الهجوم، دائما يلعب بحذر. تمركز الدفاع في الخلف وبناء خط صلب أمام المرمى هو الأولوية بالنسبة له في الملعب. ترك الملعب للخصم ليلعب كما يريد، لكن الأهم بأن لا يصل إلى المرمى ولا يشكل خطورة. لا مانع لدى الفريق من ذلك طالما بأن مرمى آمن من الهجمات وأن لا يتم تهديده. والآن يبدأ مشوار مع ضربة بداية أولى المباريات في بطولة كأس العالم. ملعوبة إلى سول. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. الآن مع فالفيردي. أوهو خطيرة جدا. على النهاية، على المهارة، هدف خيالي استثنائي نشاهده في هذه اللحظات. شوف معاي إعادة هذا الهدف، استمتعوا، شوف المهارة الغير عادية، شوف إنهاء الكرة، شوف وضع الكرة داخل المرمى، شوف الثقة، الفنيات اللي يمتلكها في تسجيل هذا الهدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. دييغو غودين. والآن مع دي الراسكايتا. عرضية في اتجاه كافاني وبدون أي مشاكل الكرة في أحضان حارس المرمى. لي جاي سونغ قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. سون هيونغ. والآن مع دي الراسكايتا. سيرجيو روشيت. أراخو إلى رونالدو أراخو. لوكاس توريرا.
لجاي سون. سون هيونغ مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان. شجاعة كان فيها التهور نعم لكنها أبعدها في منطقة فرصة تعديل النتيجة. الحارس يتألق ويبعد الخطورة. دييغو كودين مدافع بيرجع الكرة إلى حارس المرمى. الكرة تصل لكودين. محاولة من جانب الفريق الفائز لكسب الثقة من خلال هذه التمريرات الكثيرة وسط ملعبه. أيضا يحاول جر لاعبي الفريق الخصم من أماكن أعتقد ممكن أن نشاهد بطاقة تخرجها بسبب هذا التدخل. خطأ وبطاقة صفراء بدون تردد من حكمة اللقاء. في فرصة خطيرة لكن امتياز في التدخل. دييغو كودين يا سلام على التناغم، الله على الانسجام، شوف التمريرات، شوف النقلات. اوه تصدي ممتاز. يلعب الكرة في منتصف ال 18. اعتراف بدون مشاكل. ضغط عالي جدا في الامام. تقدم هجومي مع خيارات عديدة متاحة. رونالد أروخو. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. اعتراف ناجح هنا لهذه اللقطة. فرصة للتعادل. يتحول مسارها لخارج الملعب وحكمة اللقاء تمنح ضربة زاوية. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. والتصويب على المرمى. تصويبة لم تشكل أي خطورة. والحارس يهديهم الكرة الآن. تصدي رائع هنا. ارتماء ناجح على الكرة. لم تكن كرة صعبة بالتأكيد. التنفيذ هنا بشكل قصير. ما زالت الكرة تشكل خطورة.
ترتفع وتنهي الخطورة وتعلن عن وجود حالة تسلل. لو تأخر اللاعب في التقدم ثانية واحدة كان ممكن أن يتجنب التسلل. انضباط كبير من المدافع في تطبيق مصيدة التسلل واضح نشاهد الآن في هذه الإعادة. ديارا سكايتا يتمكن من اعتراض الطريق، توغل رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام. الوقت بدل الضايع المحتسب دقيقتين فقط. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. وفي هذه اللحظات صافرة نهاية الشوط الأول هنا في ملعب البيت. عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. خوسي ماريا خيمينيز، دفاع من العمق والتزام ايضا بالمراكز. عرضية لا تمر بسبب الدفاع. الحارس يذهب لالتقاط الكرة. هيونغ مين سون، تخرج الكرة الى رمية التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. اعتراض ناجح، فرصة والمساحة موجودة. تصويبة رائعة في المرمى، يتصدى حارس المرمى. كما تشاهدون الكرة لم تكن قريبة حتى ولا يوجد نقاش هنا والقرار سليم. يلعب للكرة الوسط 18 بتهور كبير، تدخل في منطقة الجزاء والكرة يوقف حارس المرمى بكل سهولة. تدخل مميز هنا لقطع الكرة. يتقدم بالكرة، تصويبة خرافية في المرمى من مسافة بعيدة. مرة أخرى نشاهد التسديدة القوية من مسافة بعيدة، تجاوزت الحارس وتمزق الشباك. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك، بعيدة جدا عن حارس المرمى. الله على هذه المباراة، الاستحواذ المتقارب، الصورة اللي تعبر واللي تعكس التنافس والندية والتقارب الكبير. إثارة حتى الآن نعيشها في أرضية الملعب، أداء هجومي وحولات كثيرة، متعة نتمنى بأن تستمر حتى صافرة النهاية. وممكن أن نشاهد فرصة أخرى هنا. الكرة في التماس في هذه اللحظات. فالفيردي إيدينسون كافاني، العرضية لا تمر في وجوده.
المدافع يبعد الكرة العرضية ويوقف الخطورة. تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. سون توقع سليم في قطع هذه الكرة. سون هيونغ ينطلق بالكرة الخطيرة، تدخل مثالي وبعد الخطر. سون هيونغ تسويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد بالتالي. ينجح في اعتراض الطريق. النتيجة متعادلة واللعب بهدوء من أجل تسجيل التقدم الآن، لكن بناء غير منتهي هنا، كم في تباطؤ في لعب الكرة. ولا مع دي أرسكايتا، فشل في الحفاظ على الكرة. لي جاي سونغ عاد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. سون هيونغ اعتراض ناجح للكرة في هذا التوقيت. فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. يبحثون عن تسجيل هدف التقدم في فرصة قد تكون الأخيرة. أوهو، ركلة جزاء في توقيت صعب والنتيجة ما زالت التعادل الآن. يا الله، قد يخسرون كل شيء، ركلة جزاء وكرت أحمر في آخر لحظات المباراة. شايف البدلاء وعمليات الأحمر، المدرب بدأ يفكر في التغيير ودخول لاعب الآن في هذا التوقيت. فرصة مواتية للتقدم في المباراة. هدف من ركلة جزاء نفذت بنجاح. شوف الإعادة وشوف الثقة في تسديد ركلة الجزاء، كرة في أعلى الزاوية بكل براعة ودقة. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة، أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. التأخر بهدف وتوجد فرصة وإمكانية للتقدم والهجوم وتسجيل تعادل قاتل. لمسات رائعة حقيقة من الفريق. برافو للمدافع، خلص الكرة. تدخل سليم لإبعاد العرضية. المتبقي 5 دقائق على نهاية أحداث اللقاء. مقطوعة كرة اللاعب جودين. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. كافاني مستحيل، يا رب، مقصية خيالية أسطورية، هدف غير عادي، هدف استثنائي، هدف سينمائي. الله على روعة اللقطة. شوف معاي إعادة هذا الهدف، استمتعوا، شوف المهارة الغير عادية، شوف إنهاء الكرة، شوف وضع الكرة داخل المرمى، شوف الثقة، الفنيات اللي يمتلكها في تسجيل هذا الهدف.
الملعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة، والتعادل يعود مرة أخرى في هذا الإيقاف. نعود إلى نقطة البداية من جديد. في هذا الموقف يجب استغلال كل فرصة ممكنة، من يدري تصدي هنا، لكن اللعب مستمر. ماذا أهدر في هذه اللقطة؟ أنت أمام المرمى، ماذا تريد أكثر؟ موقف الواحد على واحد، لا يمكن أن تضيع هذه الكرة. فرصة مثل هذه سهلة جدا. وصلنا إذن إلى نهاية هذه المباراة، وتبدأ هذه الجماهير في الاحتجاج والغضب من هذه المباراة وهذا اللقاء والنتيجة ومن حالة الطرد اللي زادت الطين بلة. أكيد الجماهير راح تكون غاضبة، هذا وضع طبيعي لأنها ساندت الفريق، كانت تتمنى الخروج بنتيجة إيجابية، لكن هذه الأمور لم تتحقق في هذه الليلة. مباراة كبيرة وتألق ممتاز من جانب اللاعب سون في أرضية الملعب. عندما يكون هناك أداء استثنائي بهذا الشكل وتخرج النتيجة في النهاية متعادلة، بلا شك سيكون هناك حسرة كبيرة وإحباط مما حدث، لكن من الناحية الفردية كانت هذه مباراة للتاريخ بالنسبة له.